السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. في أول درس لآلة الجنبة الأفريقية جاي من غرب أفريقيا، وكان قبل شوية سجلت فيديو لريشة العود بإيقاع الكوكو على تطبيق إيقاع الكوكو. فأنا عايز أوضح الآن يعني للمهتمين بهذه الآلة، وهذه الآلة يعني من الآلات الرائعة وإيقاعات من الإيقاعات الرائعة، ويقال إن هذه الإيقاعات إيقاعات الماندينكا. فإيقاع الكوكو أو عموما أي إيقاع على آلة الجنبي له في على نفس الآلة عدة هارموني، يعني إيقاع الكوكو عنده تقريبا 4 أو 5 أصوات إضافية مختلفة، إضافة إلى يعني البيز درامز في الآلات الكبيرة، الآلات تقريبا مثل الآلات النحاسية هي تعزف الباس، وهذه عندها برضو لكل إيقاع عندها يعني هارموني أو 2 على الأقل. طيب، آلة الجنبي متكونة من جذع شجرة ومن جلد الغنم، ودائما تلقوا في إشعاعات خارجة يعني لبرة، وهذه توحي بأن المكان الذي يجب أن يعزف منه هذا هو المكان. الإشعاعات دائما بتكون مقابلة للإنسان اللي بيكون مستمع، وهذا الرباط الواحد يربط به نفسه عشان ما تنزلق الآلة أثناء العزف. فآلة الجنبي تعزف عادة باليد كاملة، في ناس يعزفوها هكذا، لكن الأفارقة يعزفوها هكذا، 3 نقمة، في 3 نقمات، في التوم، في التوم، في السليب، وفي الباس. اوكي، نعزف الان ايقاع الكوكو. وفي الايقاعات الافريقية الناس دائما الايدة يمين تعزف خلاف الناس الايدة يسار، فايقاع الكوكو بيبدأ باليد اليمين على مكان الباس. هذا هو إيقاع الكوكو، وآخر آخر يعني جملة موسيقية عزفتها، هذا هو الأبل، النداء. بالنداء يبدأون الإيقاع وبالنداء ينتهون من الإيقاع، هنالك عدة نداءات لبداية الإيقاعات ولنهايتها أو القطع الموسيقية. فهذا النداء يتكون من 9 ضربات. والبداية بالفلمس براب براب، مش براب سندن براب براب براب. وإلى اللقاء في فيديو آخر لإيقاع آخر. المرة الجاية هنعمل
الصوت الثاني من إيقاع الكوكو. وإن شاء الله يكون هذا الإيقاع عجبكم، وإذا عجبكم الرجاء التسجيل في القناة وعمل لايك. فبارك الله في المليكين، أكون لكم شاكرا ولفضلكم ذاكرا، وإلى اللقاء في فيديو آخر. معكم الدكتور محمد بدوي من ألمانيا، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.